يا كارتي سالوه عن اجمل الاهداف، قال اجمل اهداف هدف في الديربي في مرمى جنوه، لكن الاغلى في شباك اليوفي في مباراة 2-1 اللي كان الدور الاول بين فابيو كواليانيلا وكواليانيلا يسجل، يسجل فابيو في مرمى فريق السابق، لعب دفاع سامدوريا على التسلل، فابيو يتمكن من الافلات من مصيدة التسلل، يجد نفسه في حالة انفراد تام بالحارس تاكوستا، وكواليانيلا يسجل 9 اهداف هذا الموسم، اليوفي يتمكن من التسجيل والتمريره من اندريا، اندريا يمرر، كواليانيلا ينطلق وفابيو يسجل، والكره في المرمى لتعلن عن تقدم اليوفي، اليوفي يتقدم واليوفي يسجل. قبل قليل تكلمت بان شباك سامدوريا لم تهتز اليوفي في جنوة منذ عام 2008، فابيو كواليانيلا يرد ويؤكد على قدره اليوفي في التألق باستمرار خارج تورينو، تودع في خانة والواقع يؤكد عكس ذلك، يؤكد بأن اليوفي الفريق القوي، من الصعب تماما اليوفي أن يفرط في اللقاء حتى وإن كان جيرفازوني يحتسب ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح سامدوريا، الحكم جيرفازوني يعلن عن كرة من نقطة الجزاء لمصلحة سامدوريا، تدخل كان من جورجيو كيليني، حكم اللقاء راى بان التدخل يستوجب احتساب ركله جزاء، شوفوا اللي عاد من جديد، كان فيه تهور من جورجيو كيليني، كان فيه مسك، لكن جيرفازوني كانت زاويه الرؤيه واضحه وركله جزاء في محلها، من سيتصدى هو البرازيلي دير يدير في مواجهة ستوراري، هل هي كرة الباريتش وكرة الواحد واحد؟ يدير يسجل 1-1، سامدوريا يتمكن من التعديل عن طريق البرازيلي يدير اللي يتمكن من تعديل الكفة واللي سجل الهدف الخامس ليه هذا الموسم، للسبع الهدف السابع ليه بالفعل، 7 اهداف ليدير هذا الموسم، سجل هذا البرازيلي، النتيجة 1-1 أمام للإعادة، ستوراري كان في نفس الجهة اللي اختارها يدير، لكن الكرة كانت أقوى لتستقر داخل الشباك، سامدوريا يتمكن من التعديل من نقطة الجزاء، يدير وصوب مهاجم فريق سامدوريا، ركلة ركنية لصاحب الدار، سامدوريا يبحث عن هدف ثاني في كرة مقوسة في راسية رائعة، الكرة في المرمى، الكرة في البورتا، وسامدوريا يسجل، سامدوريا عن طريق دي سيلفستري، الكولبو دي تيستا المخيفة تغالط الحارس ستوراري ولتعلن عن هدف ثاني لسامدوريا وثاني اهداف لورينزو دي سيلفستري هذا الموسم مع فريقه، دي سيلفستري المعار من اللاتسيو، دي سيلفستري هذا اللاعب المعار من فيورنتينا هو صاحب الراسية القوية اللي استقرت داخل الشباك، هدف ثاني لسامدوريا واليوفي بعد 31 مباراة ليه خارج تورينو في الدوري، شباكة تستقبل هدفين في مباراة واحدة، شباكة تستقبل أكثر من هدف عن طريق سامدوريا، الفريق الذي يسعى لإلحاق الهزيمة ببطل الدوري ذهابا، يركز مدرب كونتي على الكراسات على الكرات اللي تلعب داخل المنطقة، ولكن تركيز سامدوريا على الهجمات العكسية الخاطفة قد يسفر على الثالث، الانطلاقة السريعة الثالث، هو الثالث، هو الثالث، قلت هذا، قلت هذا وسامدوريا يأكد، قلت هذا وسامدوريا يتمكن من خطف هدف ثالث بعد انطلاقة سريعة، الهدف الثالث هو الهدف العاشر يا يكارتي، زار شباك اليوفي ذهابا ويزورها ايابا ليسجل 3 اهداف في مرمى اليوفي، قال اغلى اهدافي كانت في الديربي امام جنوة والاجمل في مرمى بوفور في لقاء الذهاب، يكارتي
بعد صيام على التهديف، يعود لمعانقة الشباك، يعود لمغازلتها، يعود للتهديف بكرة عرضية تابعها وأسكنها الشباك. استيغاريبيا اللاعب السابق لليوفي مهد ويكارتي هو كابوس للسيد العجوز، يسجل من جديد ليؤكد هذا المهاجم الصغير بأنه يتعلق بالتخصص أمام اليوفي. كارتي اللي خلع قميصه معبرا عن فرحته، وكأن هذا الرجل كان أجل بديل لبيرلو، لودي تشيكاريني أو ماركو فيراتي. إذن صفحة هذا الموسم يطويها اليوفي، لكن بخسارة رغم هذا الهدف، رغم هذه الكرة عن طريق تشيكاريني اللي تستقر في المرمى. تشيكاريني صوب باقتدار وكرة في المرمى. اليوفي قلص الفارق، شوف الإعادة في تصويبة قوية تستقر في زاوية صعبة على الحارس داكوستا. النتيجة الآن 3-2. أربع دقائق تقديرات جير فاسوني. إما أن يعود اليوفي وتكون بذلك العودة من بعيد.